السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بصراحة هاد الفيديوهات هادو اللي شفت دابا والله ما فهمت شي حاجة. يعني هادشي واقع في البلاد عندنا، يعني الناس هادو واش قال لهم دابا راسهم؟ هادو واش هادو بشر ولا شنو هما؟ ما فهمت والو. تتسرقوا في واحدين تا هما مساكن جايين يسترزقوا الله والله العالم بهم، تا هما مساكن نشوف منين جايين هاد السواق هادو باش يبيعوا ويشريوا على راسهم، وتجيو تديو لهم تسرقوا لهم الحواله ديالهم بهذا الشكل هذا. هادشي عيب 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 بزاف اخوتي، والله العظيم العيب. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، شوفوا بعينكم هاد المسائل هاد. صاحبي حشومة فيلمي الزمن فيلمي تا فيلمي يا صاحبي ما فيلمي جار شي حوليت فيلمي 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 لا حشومة صاحبي شوفين من دار من دار خويا رجع الله يجيبك شي حاجه. رجع خويا رجع فيلمي بالزمن.